السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ على خير، كلشي مزيان. نتمنىكم دائما تكونوا على خير وبخير. العواش والبركه بسعوده بالصحه والسلامه، يا ربي تدخل عليكم هذا رمضان باش بغيتو نميتو ان شاء الله باذن الله، وبيرفع علينا هذا الوباء باذن الله. وتحياتي ليكم. كيف تشوفوا بانني طولت عليكم بزاف، سمحوا لي بزاف بزاف بزاف، بحكم ان الشديد ديال العواش راكم عارفين، ديال الاستعداد ديال رمضان والتوجاد والخدمه راكم عارفين، سمحوا لي. ان شاء الله باذن الله مازال ايامنا طويله، ونتقاسم معكم بزاف الحوايج اليوم باذن الله. غادي ندير معكم واحد لي سيجار تيجيو فنين فنين بزاف، بالفروماج والصبانخ، وتيجيو رائعين رائعين. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبوكم. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير، وتنشكركم بزاف 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 على التعاليق الغزاله وعلى حسن المتابعه ديالكم ليا لهلي خطيكم، والله تعالى ربي يفرحكم ويخليكم دائما على خير. هانتوما معايا باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. كي تشوفوا بالنسبه للمكونات، غادي نديروا باذن الله الفروماج، سيبقى دائما الاختيار ديالكم. انا دايره هذا كيري، وانتوما ماشي تنشهر الاشهار ديال كيري، ولكن تيجي في البريوات غزال غزال بزاف. غادي نخدم الفروماج مع الصبانخ والبصله، الزبده باش غادي نشحر البصله، غادي ندير الثومه غبره والبصله غبره، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه بحكم ان البصله باش تنزل، اما هو الفروماج راه مالح، غير شويه الملحه باش تنزل. الطريقه هانتوما تشوفوها معايا، اما المقادير تبارك الله راه باينه. غادي ندير الزبده هي الاولى مع البصله، مع واحد شويه ديال الملحه، هذه بزار. غادي ننزل البصله فوق النار حتى تنزل. الوقت اللي تتشحر البصله، وخصنا نشحروها مزيان حتى بحال تعسل وهي مالحه، يعني ماشي غير تتصهد واحد شويه وصافي، لا، بحال تعسل وهي مالحه. دابا تنحيد يعني تنحل هذا الفروماج باش نربح الوقت، يعني ما نخليش هذا الفروماج هكا مربعات ونقطعو ونلوي على البريوة او على لي سيجار، لا. غادي هذا الفروماج غادي نعجنو يعني باش يولي بحال العقده، وانتوما ديروا الاختيار ديالكم اي نوع ديال الفروماج شتي تبغيوه ممكن تخدموه. بالنسبه لي سيجار انت عجبوني بهذا الفروماج، هذا تيجي غزال. ما ذكرش العدد وما ذكرش يعني الكميه، على حسب دائما تنقول الحشوه تبقى دائما العدد اللي بغيتو، شوفوا نتوما القياس اللي تتبغيو على حسب العدد الافراد اللي عندكم، على حسب الكميه اللي بغيتو. شوفوا المسائل، ممكن ديري غير بصله واحد 8 ديال الكيريات هكا، وواحد 4 المعالق ديال الصبانيخ، راه ممكن تعطيك واحد العدد، كل واحد يدير على حسب العدد اللي بغا. كتشوفوا انا قلت الوقت اللي تنشحر البصله في نفس الوقت نشحر الصبانيخ، كذلك درت معلقه ديال الزبده. غادي ندير الصبانيخ اللي قطعت، قطعتها هكا باش تجي يعني القطعه يعني متساويه مزيان، غادي نشحرها. ملي ندير لها الزبده يعني ما ندير لها من حاله حتى حاجه، تقول لكم بان الفرماج راه مالح، والبصله درت لها شويه ديال الملحه، نخليها حتى تنزل. ماشي مشكل واخا نغرف فيها الصبانخ، ماشي مشكل انني نحرك بها البصله، يعني بغيت يعني نربح الوقت انني درت جوج مقالي في نفس الوقت، انني نشحر البصله والصبانخ في وقت واحد. الوقت اللي تشحر البصله غادي نزيدها الثومه غبره والبصله غبره، تعطيها واحد المذاق بزاف.
كتشوفوا ان الصبانخ نشفات وتجهدوا عليه البوطه بجوج، والبصله كذلك يعني بحال لي ان تعسلت شكل ديال انها حلوه وهي راه مالحه، يعني الشكل ديالها جاي معسول بزاف. ودائما جهدوا عليها النار باش ما تطلقلكمش الماء، بالنسبه ملي تبغيوها هكا معسله يعني واخا نذكر المصطلح ديال معسله راه ماشي انها على السكر، يعني هذا الشكل ديالها معسل واللون ديالها صافي. دابا ديال تحط البوطه كيتذكر بان جهدوا عليها البوطه تاكلها ونعاودها ما تطلقش الماء، وتعد لكم وتبقى لكم وقت طويل. الا جهدتوا عليها البوطه دغيا تتشحر مزيان صافي. دابا ندفع عليهم البوطه بجوج، كتشوفوا حشوه سهله في ساعة توجد وتجي غزاله ولذيذه. بالنسبه للبصله تجي رائعه بهذا الشكل. دابا يعني هذا الصبانيخ اللي شحرت قبالتكم، البصله، الفرماج، على ما تبرد هذه العناصر بجوج عاد يمكن لي نخلط يعني المكونات كامله. بالنسبه نشرح لكم الذي تسوني على الثومه غبره والبصله غبره، انا تنشريها يعني هكا وتبقى ناخذ دائما بقياس الذي نحتاج، يعني بالنسبه لا داعي للاسماء، لكن البصله اليابسه هي والثومه كذلك اليابسه تتعطي مذاق في الحشوات كذلك الدادين. كي تنقول لكم راه يعني بالنسبه للتقضيه ديال هذه المسائل كامله تنتقضاها من المحل ديال السي عبد الرحيم، وتحياتي ليكم. من بعد ما بردت الحشوه كي شفتوا دابا غادي نخلط العناصر كلها مزيان. كيف قلت لكم تتبقى على حساب اللي بغيتو نتوما، ممكن ديروا اي نوع من الفرماج. غادي نخلطش يعني الفرماج بزاف، خلطت المكونات بثلاثه كي شاهدتوا صافي، يعني ماشي لبدات يعني تخلط كلشي بزاف صافي. دابا غادي نبدا نطوي دي سيجار ديالي. الورقه انا عندي ديال البخار نطويها نقسمها سمحوا لي على جوج، شوفوا قسمنا غير واحد شويه من الفوق. غادي ندير الحشوه يعني غير شويه ما نديرش بزاف، حكم راكم عارفين الفرماج ما خصوش يكون كثير باش ما يطبق لكم شي في القلي، غير شويه وتبارك الله هذا العدد راه تيخرج واحد يعني واحد الكميه كثيره، يعني تبغي تلويوها تديروا واحد الدورات عاد يمكن لكم تجمعوا الجناب. واحد شويه ديال البيض، الطريقه ديال لي سيغان بهذا الشكل تيجيو زوينين وتيجيو مقادين هانتوما. وبحكم ان ورقه البخار تجي الماكله ديالها لذيذه واخا تكون يعني تلويه بزايد ديال الورقه تجي غزاله في الماكله. نفس العمليه تنبقى مستمره بها تتنكمل العدد اللي عندي كامل. وبالنسبه لهاد السيكار اللي ما بغاش دير على هذا الشكل ممكن ديروهم بريوات، تبقى دائما الاختيار ديالكم.
وتلوي عليها الورقة وتنجمع الأطراف وتنبقى مستمرة التلوية حتى تنكملها بالدورة. حيد هذا الغيصة زايد، كذلك هذه الغيصة جاية باش نقدر نحيدها صافي. ولا بطاقتكم دوروها بهذا الشكل كي تشاهدوا، تنبقى مستمرة بنفس الطريقة تتنكمل العدد اللي عندي كامل بهذه الطريقة. وبالنسبة راه ممكن تجمدوهم هما خضر، والطريقة اللي تنقول لكم دائما تجمدوا بها البريوات وهي خضراء، تديروا واحد البلاكا تديروا عليها بابي سوفيريزي أو بابي كويسون، وتستفوا العدد اللي عندكم كامل وتجمدوهم في المجمد حتى يبسوا وياخذوا لا فورم ديالهم مزيان باش ما ديفورماوش، وتحطوهم في واحد العلبه محكمه مع تتفرقوا لا بد ما بيناتهم بسلفوريزي ضروري، وصافي تتخلوهم في المجمد. كي تشاهدوا بان تبقى مستمره بنفس الطريقه حتى تنكمل العدد اللي عندي كامل، وصافي تنجمدهم او لا ممكن تقليوهم. بالنسبه لكم عارفين بان البريوات تبقاو اطول مده في المجمد، ما تيوقعو حتى شي حاجه خصوصا كان مشدين مزيان. انا هادو غادي نخبعهم هكا مجمدين. ممكن نجرب لكم هاد الحبات نقليهم وتشوفوهم، بحكم واحد السيده كتبت لي في الكومونتير ضروري خصك تقليهم باش نشوفوا النتيجه. انا قلت لك لا مرحبا، نقليهم لك دابا وتشوفي هاد النتيجه وعاد السمر في الطي ديال هاد لي سيجار، والشكل النهائي انها تتخبعوا في المجمد كي قلت لكم وصافي. بقاو معايا. كي تشوفوا هاني قليتهم قبلتكم. دائما انا نقلي ملي تنجي نقلي البريوات اولا لي سيكار، ما تديرش الزيت بزاف في المقله، تنقليهم غير بشويه ديال الزيت وتيجيو ما شاء الله غسلان، ما تيطبطخو حتى شي حاجه، تيجيو الشكل ديالو تيبقى هو هذاك مقرمشين. كي تشوفوا الفرماج باين، بصله باينه، الصبانيخ باينين، واخا تجمدوهم تيقعلهم حتى شي حاجه. نتمنى ان شاء الله باذن الله الوصفه اللي قدمت معكم تعجبكم. دابا انا عاد نستمر باش نلوي هاد لي سيكار، انا وريتكم النموذج الاول وانا عاد نجلس نصوبهم حتى نكملهم ان شاء الله باذن الله ونقدمهم لكم. تحياتي لكم. كي تشوفوا بعد ما كملت الطويان ديال لي سيكار، العدد اللي شاهدتو معايا تيخرج لي هذا الشيء. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبكم. كيف قلت لكم ان شاهدتو معايا ديك ربعه الحبات كنموذج بالشكل بان تبارك الله تيجي ناجح، ما تيطرطق ما حتى شي حاجه في القلي. وبالنسبه للباقي انا كي قلت لكم غادي نجمدو في المجمد، تيبقى في البلاطو كي قلت لكم، وعاد تديرو في العلبه تيبقى اطول مده، ما تخافوش منه كاع. شكرا لكم كاملين على حسن المتابعه ديالكم ليا، وتحياتي للجميع، ونتلاقاو باذن الله في وصفه واحده اخرى. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.